السلام عليكم. اليوم بغيت ندير واحد الفيديو باش نهضر على الكاركتير ايريديتير، يعني وراثه في الكراتوكور. عندي واحد السيده عندها 18 سنه متبعه معايا على الكراتوكور، متبعين ودرنا يعني الفحوصات ديالنا وكنتبعين الامور ديالنا. كتجيب لي الوالده ديالها بان الشوك ديالها نقص على اساس احتمال جلاله، راه كبيره عندها جلاله. اول حاجه ما كنفحص تيبان لي اعراض وكنلقى نفس المرض ان فوق ديجن ريسونس كيراتوكونيك، هذيك اسمها بي ال كا اللي هو نوع من الكيراتوكون. السيده عندها دابا 52 سنه، فما نكونوش غالطين ان الكيراتوكون هو مرض ديال الدراري الصغار. هذوك الدراري الصغار اللي كيجيو من قرنين اخرى راه تيكبروا، ومن تيكبروا تيبقى فيهم المرض. ف الناس اللي هما كبارين في السن حتى هما خصهم يدار لهم الطوبوغرافي مي كنشكو في المرض، لان تيمكن نمشيو خطا اننا عند راسنا جلاله وغنمشيو نحيد ديك الجلاله والمريض ما غيتحسنش. هذه واخا تكون عندها الجلاله واخا نفتح عليها الجلاله ديالها غاديش تحسن الى ما تهتمش بالموضوع القرنيه. فمرض القرنيه المخروطيه هو مرض وراثي، عند بزاف ديال الحالات كنلقاو عائلات ديال القرنيه المخروطيه اللي تيكون عندي واحد الحاله ضروري ما نفحص الخوت وما نفحص الوالدين متعلقه. في اغلب الحالات كنلقاو شي واحد في الخوت ولا شي واحد، واخا حتى ولاد العم واخا الناس اللي عندهم قرابه دمويه كنلقاو عندهم المرض. بحال دابا السيده كون ما عملتش ليها انا هاد الطوبوغرافي، يعني عندها شويه الكريستالان فيه شي شويه ديال المسخ شويه، نقولوا حنا بحال الجلاله باديه، غادي نبرمج ليها عمليه جلاله وغنفتح لها الجلاله ومن بعد ما غاديش تشوف وغايقولوا بان العمليه ما نجحتش. علاش؟ لان التشخيص ما كانش غيدار. فلذلك حتى الناس الكبار اللي عندهم جلاله واخا باديه واخا كاع جلاله اللي غنفتحوا لازم ما كنعملوا الطوبوغرافي ديال الكورنيه باش نشخصوا هذا المرض قبل ما نخطئوا في التشخيص، باش ما يكونش واحد العمليه اللي ما عندهاش هدف. وشكرا.